فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: هم منقسمون كانقسام الأعراب. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. قال الله تعالى: يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع بني آدم، العرب والعجم والمؤمنون والكفار، البادية والحاضرة، والبادية والحاضرة، الأغنياء والفقراء، العلماء والجهال، الذكور والإناث، على اختلاف ألوانهم واختلاف ألسنتهم. هذا خطاب للجميع: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فهم في الأصل سواء، كلهم من ذكر وأنثى، إنما هذا الانقسام حصل فيما بعد، وإلا من حيث الأصل فهم سواء، من ناحية النسب هم سواء، لكن إنما يتفاضلون بالعمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هما آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام، وجعلناكم شعوبا وقبائل. قيل الشعوب للعجم والقبائل للعرب، وجعلناكم شعوبا وقبائل، فالشعوب للعجم والقبائل للعرب، والأسباط لبني إسرائيل. شعوبا وقبائل لأجل أي شيء؟ لأجل التفاخر؟ لا، لتعارفوا فقط، يعرف كل منكم نسبه، ومعرفة النسب لا بأس بها، بل مأمور بها أنك تعرف نسبك ومن أي قبيلة، هذا شيء طيب، من أجل التواصل والتعارف، من أجل التواصل والتعارف وصلة الأرحام. وفي الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فمعرفة النسب لا على وجه الفخر، وإنما لأجل التواصل والتقارب، هذا أمر محمود، لتعارفوا. أما من ناحية الفضل والفخر فلا يفتخر بالنسب، وإنما الفخر بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان من العرب أو من العجم أو من البيض أو من السود، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المعتبر عند الله. الله لا يعتبر النسب، وإنما يعتبر التقوى، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، دون نظر إلى نسبه. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، دون نظر إلى نسبه. فلم يضر سلمان وبلالا وصهيبا أنهم من العجم وأنهم موالي، ولم ينفع أبا لهب، لم ينفع أبا لهب وأبا جهل أنهم من قريش ومن صميم العرب، لما لم يؤمنوا بالله ورسوله.